الاثنين 13 جون في مساء الخير متابعينا على قناة التاسعة، بداية أسبوع موفقة للجميع كالعادة. موعدنا اليومي في رونديفونا على قناة التاسعة من الاثنين للجمعة، وعودة على أبرز مستجدات الصحة الوطنية لل 24 ساعة الأخيرة. فقط الليلة باش نرجعوا شوية للي صار نهاية الأسبوع المنقضي، تحركات كثيرة وكبيرة على الساحة السياسية، ما زلنا نعيش على وقع التصريحات، وقع الجدل، تصريحات وتصريحات مضادة، هذا كل نرجع عليه الليلة في رونديفو نيوز على أثر سقوط حكومة الحبيب الجملي. وسعيدة جدا أنه يرافقني في التحليل والنقاش كالعادة برهان مسيس. مساء الخير، مرحبا بك الملاك، مرحبا بالأستاذ، مرحبا، وأيضا ناجي زعيمي، مرحبا، مساء الخير، مرحبا بك. الليلة يكون ضيفنا سليم العزابي، أمين عام حركة تحيا تونس، وأكيد الحديث معاه باش يكون على موقف الحركة من تصويت الكواليس اللي صارت ليلة التصويت أو جلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، ومن ثم الجبهة اللي تم الحديث عليها واللي يحكي عليها نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس. أول بأول مع سليم العزابي في جزءنا الثاني، لكن البداية كما عودناكم فلاش نيوز. نبدأ باللي صار في مجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع المنقضي، حيث لم تحظى حكومة الحبيب الجملي بثقة البرلمان إثر جلسة عامة اتسمت كواليسها بالكثير من الإثارة، الكثير من الجدل بين مختلف الكتل البرلمانية. تفاصيل هذه الكل، تفاصيل إسقاط حكومة الحبيب الجملي، نشوفها في هذا التقرير. لأول مرة في تاريخ تونس ما بعد الثورة يسقط البرلمان حكومة، حيث كان تاريخ 10 من جانفي موعداً لعرض حكومة الحبيب الجملي على مجلس نواب الشعب، فجوبهت برفض 134 نائب واحتفاظ 3 مقابل 72 نائب منحها ثقتهم. سقوط حكومة الجملي نتيجة رفض كل من الكتلة الديمقراطية وقلب تونس وتحيا تونس والإصلاح الوطني والمستقبل منح الثقة، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنه بداية فشلها كان بإقصاء الأحزاب منها. اللي كان فاتوا النهضة باش يكون حوله حزام سياسي فشل، وبداية الفشل كانت إخراج الأحزاب السياسية من العملية، بينما الديمقراطية هي نظام الأحزاب. وتعقيبا على نتائج التصويت ضد حكومته في الجلسة العامة، أكد الحبيب الجملي أنه لم يندم على اختياره في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وأنه باش يختار نفس التوجه لو طرح عليه الأمر مرة أخرى. مش أول حكومة في العالم تقدم ولا تذكر، إذا هذا بالعكس، علاش سميوه فشل؟ قولوا نجاح لتونس. وأنا ما نعتبروش فشل بالنسبة لي أنا، لأني أنا يعني ضميري مرتاح بأني اجتهدت بما رأيت صالح للبلاد. وعلى أنقاض حكومة الحبيب الجملي ولدت جبهة سياسية جديدة يقودها كل من قلب تونس وتحيا تونس والإصلاح الوطني، الغرض منها خلق موازين قوى جديدة تزامنا مع المرور إلى حكومة الرئيس. هذه مبادرة في إطار فصل 89 من الدستور وفي إطار بقية المسار، باش نقولوا للتوانسة اللي ماناش ماشيين للمجهول، راهو سيكون هناك رئيس حكومة تبقى لفصل 89 بالاتفاق بين مكونات أصحاب المبادرة والسيد رئيس الحكومة في خلال 10 أيام اللي قال عليها القانون. ومن المرتقب أنه يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد قريبا عن شخصية ربما تكون توافقية جامعة تشرع في تشكيل حكومة جديدة ستعول في كل الأحوال على اتساع حزامها البرلماني. نواصل مع التصريحات، وإن قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أنه الشخصية اللي باش تتولى تشكيل الحكومة يجب أن تكون توافقية وكفأة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، وأكد أنه الحركة باش تدعم التوجه نحو حكومة وحدة وطنية تجمع جميع الأطياف السياسية. سيد رئيس الجمهورية بالتكليف الدستوري الآن له أن يجري مشاوراته مع الكتل وخاصة الكتل الكبرى الممثلة في داخل المجلس. هذه الشخصية ينبغي أن تكون شخصية توافقية لها القدرة على التجميع ولها الكفاءة المطلوبة ولها أيضا وضوح الرؤية فيما يتعلق بمتطلبات المرحلة القادمة على المستوى الحكومي، وحكومة حركة النهضة ستكون داعمة لحكومة وحدة وطنية تجمع أوسع طيف سياسي وأوسع حزام سياسي في البرلمان.
نواصلوا مع تصريحات عبير موسي اللي دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، دعت ما أسمتها بالأحزاب الحدثية إلى صياغة مبادرة لتكليف رئيس حكومة يقطع مع الإسلام السياسي وفق تعبيرها، وشدت أنه في حال وضعت الأحزاب يدها مع حركة النهضة فإنه حزبها لن يكون معني بالمشاركة في الحكومة القادمة. احنا موقفنا واضح ومبدئي، قلنا ندعي القوى الوطنية المدنية انها تصوغ مبادرة انه يتكلف رئيس حكومة من غير خوانجية ومشتقاتهم. هذا موقفنا من الاول، وهذا موقفنا من وقت حتى حكومة الحبيب الجملي. اذا كان ما تغير شيء في هذا الكل، والعبيد اليوم بعد اسقاط حكومة الجملي باش يمشيوا يجلسوا في مفاوضات فيها تنظيم الاخوان ومشتقاتهم، احنا طبعا غير معنيين بهذا المسار. به نرجعوا شوية التالي، نرجعوا للكواليس هذه اللي صارت تقريبا ناجي أول مرة فيما بدأ التقرير، أول مرة تصير في بلادنا أنه لا يتم منح ثقة لحكومة مقترحة ورئيس حكومة مكلف يفشل في إقناع النواب وإقناع الكتل والأحزاب بالتصويت ومنح ثقة لحكومته فتسقط الحكومة. نرجع فلاش باك خاصة قبل ما ندخل الدستور، شنو اللي يقول، شنو هي السيناريوهات المطروحة، ربما شنو هي الشخصية الأجدر أو الأنسب للمرحلة القادمة اللي تمر بها البلاد. فلاش باك باللي صار ليلة سقوط الحكومة وليلة التصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي. احنا على كل نهار 10 جانفي في 2020 شهدنا تطبيق فصل من فصول الدستور. اللي صار كان بحقيقة جزء منه متوقع، لأنه سبقته أحداث ومؤشرات فهمنا من خلالها أن حكومة حبيب الجملي ما تتوفرش فيها كل عناصر وكل شروط النجاح. اللي صار نهارتها، يعني منيش نحكي على الجلسة العامة اللي تفرجوا فيها التوانسة الكل، لكن باش نحكي على ما كان يحدث في الكواليس وراء الجلسة العامة. كانت ثم مقايضات ومفاوضات ومشاورات، وخليني نقول يعني عمليات ابتزاز يعني استمرت حتى للحظات الأخيرة بين حركة النهضة وبين قلب تونس. لأنه ابتزاز بمعنى يعني ابتزاز أصوات كتلة قلب تونس ومحاولة للضغط على رئيس حزب قلب تونس اللي كان موجود نهارتها في الجلسة العامة نبيل القروي، وهذا معناها تأكد يعني من خلال المعطيات حتى اللي اتقالت فيما بعد، لأنه استمرت المشاورات بين رئيس حركة النهضة وممثلين عن حركة النهضة وأيضا حبيب الجملي كان في وسط الصورة مع رئيس حزب قلب تونس، وكانت محاولات لإقناع نبيل القروي بالتصويت للحكومة. لأنه كتلة قلب تونس، وتذكر ما قلناه نهار الجمعة، تحولت إلى كتلة معطلة، كتلة محورية، لأنه الحكومة يعني ما كان ينقصها هو 38 نائب، 38 صوت بتاع قلب تونس. يعني التغييرات اللي صارت تقريبا قبل ب 48 ساعة وكانت كافية أنها باش تحدد مصير الحكومة في اتجاه الفشل. المشاورات اللي قلت استمرت إلى تقريبا السويعات الأخيرة قبل عملية التصويت، يعني وصل معناها الحال إلى عرض تقريبا مع إغراء نبيل القروي بخمسة وزارات فنية، وكتب يعني منصب كتب عام حكومة، وقيل له أنه نجموا نتشاوروا حتى في وزارة الداخلية. هذا نحكي فيه رو معطيات، وهذه جات على لسان يعني معناها بعض الأصدقاء اللي كانوا مقربين وكانوا مواكبين العملية في مجلس النواب. دونك اللي صار، ورفض نبيل القروي طبعا، نرفض لأنه ثم سابق التزام مع حركة تحية تونس ومع كتلة الإصلاح الوطني بعدم التصويت للحكومة. لكن اللي كنت نستنى فيه الحقيقة بعد جلسة نهار الجمعة، وبعد فشل حركة النهضة في مرور الحكومة، وبعد سقوط الحكومة حكومة حبيب الجملي، كنت نستنى في توضيح يصدر عن حركة النهضة. يعني تقول لنا فيه حركة النهضة أنها فشلت في
تمرير حكومة حبيب الجملي وتوضح لنا أسباب الفشل ويلزم تصارح الرأي العام مش لوسائل الإعلام واللي هي لآخر دقيقة ولآخر لحظات تقول متأكدة من مرور حكومة الجملي الكلام نفس الكلام اللي يقوله أيضا رئيس الحكومة المكلف يقول شوف حكومة هذا ستمر بلاك هذا واجب محمول على حركة النهضة أنها تصارح الرأي العام على الأقل في بيان وتقول على الأقل شنو اللي صار نهار الجلسة العامة نهار الجمعة وشنو هي الأسباب الحقيقية غير المعلنة اللي أدت إلى فشل حكومة حبيب الجملي. باش نمشيو للسيناريوهات الجاية لكن برهان مهم جدا أنه نعملوا قراءة في اللي صار نهارتها. ناجي يحكي على الكواليس لكن تحكي برشا على محاولة شراء الأصوات، محاولة شراء الذمم، محاولة حتى التفريق وتشتيت الصفوف داخل الكتلة البرلمانية والشكاو منه برشا نواب من قلب تونس أو من الإصلاح الوطني على لسان نواب داخل الكتل هذه. يعني شفنا برشا حوايج صارت في اللحظات والدقائق الحاسمة الأخيرة. شوف اللي حصل لنهار الجمعة هو تتم لمسار دام حوالي 3 أشهر منذ إعلان نتائج الانتخابات في أكتوبر. خلينا نذكره توا كأن هالذاكرة ترجع بيا، الصور قاعدة تتعاود حتى في البلاتو هذية منذ لحظة إعلان الانتخابات، وإحنا بدينا نستقبله في الأطراف السياسية وكنا نسمع في الطرادات والكلام اللي يتقال. كي تقارن الصور هذه بالنتيجة نهار الجمعة مساكن العباد قديش سمعوا كلام فارغ، مساكن الرأي العام في تونس قديش سمع كلام فارغ. من اللي جاء قال السلام عليكم أنا باش نعمل حكومة الثورة، ثورة 17، ثورة أكتوبر المجيدة، ولا مجال لأنه حد ينكر شرعيتي وقدرتي أني نعمل حكومة وحدي، والشعب أعطاني وكلفني وقال لي الصندوق. يا ولدي يهديك ما تنجمش تعمل شخصية مستقلة؟ لا يا ولدي تواضع شوية. أنا نتذكر يعني وهذه الأثمان التي دفعت يوم الجمعة. تذكر ناجي ذا اللي كنت معنا ولا كذا عضو مشهور سي فتحي العيادي عن حركة النهضة جينا لهنا بحضور التيار الديمقراطي وحضور حركة الشعب. أنا واحد من الناس قعدت باهت كيف حكي معهم بتلك اللهجة نتاع اشرب ولا طير قرنك، نحن حركه النهضه فايزين الاولانيين والشرعيه وقواعدنا، وكان خطابه مستفز ليهم ليلتها وقواعدنا طالبه منا ان نحكموا. يعني دخلت حركه النهضه بخطاب فيه ما بين قوسين الكثير من الغرور السياسي، ثم بدات تهبط النغمه بشويه بشويه. بطبيعه قلب تونس ما نحكيوش عليه، هذاك الجرب والطاعون الذي لا ينبغي الاقتراب منه. كي تقول لي يا ولدي قلب تونس نقول لك شنو ألف أعوذ بالله، هذا كلام تقول لي عليه؟ نحن لن نضع يدنا مع الفساد والإفساد والذين حرثوا في الأرض فسادا وعاثوا فيها كذا ودرا شنو. يا ولدي يهديك راهو السياسة ما فيهاش، لا ستنتظرون ذلك. شوفك الكلام وشوف المشاهد نهار الجمعة، التلحليح من نبيل القروي في وسط التراكن وجيبانه في وسط المكاتب وفي وسط كذا، ثم قبلها معناها مع التيار الديمقراطي ومع الشعب يا ولادي جاوا شاركوا في الحكم راهو مسؤولية وطنية راهو كذا. بالتالي والحكايه هذه الكل دامت في 3 أشهر فقط، راهو ماهوش تغييرات بعد حرب اهليه ولا بعد زلزال ضرب البلاد ولا بعد بركان كبير خلى العباد تعمل مراجعات سياسيه. علاش مش من الاول ضيعنا على البلاد وضيعنا على الاستقرار وضيعنا على الحكم وضيعنا على الدوله وضيعنا على التوانسه وضيعنا على المجتمع الوقت الكامل هذا في استهلاك الشعارات الفارغه؟ حكومة ثورية ولا حكومة رجعية، منظومة قديمة ولا منظومة جديدة، ومنطق الصندوق. وفي الآخر باش المشهد يكون كما السوق اللي انتصبت نهار الجمعة، خذ نيوهات وتراكن ويجا وإحنا ما غير حكومة إلى حد اللحظة. يعني تخيل راهو الاستعداد شكان؟ الاستعداد كانت تتعدى حكومة فيها النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس برا فهمها سيدي، لو كانوا مستعدين راهو لا ائتلاف الكرامة والنهضة كانوا مستعدين يعديوها الحكومة هذه بقلب تونس. وبقلب تونس وقد قدمت له هذه التنازلات اللي كان يحكي عليها ناجي الزعيري. يعني في نهاية الأمر الساحة السياسية تخوض في تجربتها عادي جدا، لكن إذا كان فما بعض الدروس اللي يلزم يتم استخلاصها أنه الرب صروحنا لا نلقي بالشعارات على عواهنها. شنو رأيك في تبريرات حركة النهضة برهان؟ النهضة تبريراتها بعد سقوط الحكومة؟ لا تبريرات ما نعرفش، كما قال ناجي توا يلزمها تعمل لوتو كريتيك حتى داخلها. يعني هذا الدخول تحط روحك في زاوية. أنا بهت كيفاه تعمل في السياسة من اللحظة الأولى بتاع ماتش الكورة تحط روحك في زاوية ضيقة،
لن نتحالف مع فلتان، مع علان ومع فلان، وبعد انت تولي تجري وراه وتجري تحب تقدم له التنازلات وتحب مع العلم اللي خمناي بواحد من كتله حركه النهضه لم يصوت زياد العدالي. كان واضح زياد العدالي من الاول على الكلام اللي قاله وبعد يصوت كان واضح ومنسجم مع منطقه ومع خطابه. بالتالي اعتقد نحن المرحله القادمه انا في تقديري اذا كان فما درس نستخلصوه من الثلاثه شهور هذيا اللي استغرقتها عمليه ولاده فاشله للحكومه، رجاء قليل من الشعارات وشيء من النجاح. ها نشوفوا شنو اللي استنى فينا والكثير من النجاح. بربي وخلنا نمروا قدام المرحله القادمه ونعملوا هالحكومه التوافقيه هذيا ونغلقوا الخمسين معك. تفضل نمروا للمرحله الجايه ونحكيوا على استحقاقات المرحله الجايه. ثم اسباب اخرى ساهمت في سقوط الحكومه اللي هي اسباب تتعلق بشخصيه حبيب الجملي نفسه. أنا قريت التدوينة أو البيانة أو الرسالة اللي عملها الحقيقة يعني معناها ما عجبتنيش في مش في صياغتها، لكن كنت نستنى منه أنه يعني وجه على الأقل بعض الجسرعة جوستومون أي تدوينة معناها اللي يشرح فيها وكلها معناها شكر هذا الرجل مع احترامي معناها وتقديري لشخصه، لكنه أساء قراءة خريطة التحالفات داخل البرلمان وأساء التعامل مع الأحزاب السياسية ومع الكتل ومع الائتلافات البرلمانية، لأنه في انطلق بمسلمات، انطلق بمسلمة اعطتها له حركة النهضة وهي حكومة ما يسمى بحكومة الصف الثوري، وانخرط هو بيده معناها في المسار هذا، ثم لقى روحه يوجه مرة أخرى في ثنية أخرى في مسار آخر اسمه يعني محاولة أو المحاولة مع قلب تونس ومع كتل اخرى ومشى في الثنيه هذيك. يعني هو معناها يعني في ادائه كان مرتبك، ما كانش واضح، ما كانش لانه في السياسه راهو شوف توا في السياسه كل شيء ممكن، هي فن الممكن، والرجل لم يحسن اداره التفاوض مع الاطراف السياسيه. ربما يكون ضحيه المنهج المتعنت في التفاوض اللي فرضته عليه حركة النهضة أو اللي أخطأ ونقائص معناها في شخصه. على العموم الجاي المرحلة القادمة اللي تستنى بلادنا، السيناريوهات المطروحة الفصل 89 من الدستور شو يقول؟ نرجع حتى لبعض الأحزاب السياسية اللي أعلنت في مقدمتها قلب تونس عن تشكيل جبهة سياسية جديدة بعد سقوط حكومة الجملي تعنى بتقديم تصوراتها لحكومة الرئيس المرتقبة. فشلت حكومة الحبيب جملي في نيل ثقة النواب لتكون أول حكومة يسقطها البرلمان بعد الثورة بحصول على موافقة 72 صوت فقط مقابل رفض 134 نائب واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم، في حين أن مرورها يقتضي بالضرورة الحصول على أغلبية 109 صوت. وبعد إسقاط الحكومة اتجهت الأنظار نحو قصر قرطاج لتبقى السلطة بيد رئيس الجمهورية حسب ما يقتضي الفصل 89 من الدستور، واللي نص على أنه عن تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب فإنه يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف شخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصى شهر، وفي حال مرور 4 أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب ثقة للحكومة فإنه لرئيس الجمهورية الحق في حال مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في أجل أدنى 45 يوما وأقصى 90 يوما. قراءة خبراء القانون الدستوري فيما يسمى بحكومة الرئيس اختلفت بين من يرى أن حرية اختيار قيس سعيد محدودة، واللي أكدها أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم في ذا الإلزامية التشاور مع كل الكتل وخاصة اللي عرضت حكومة الجملي حسب تعبيره. في المقابل أكد أستاذ القانون الدستوري رفع بن عاشور أن عبارة حكومة الرئيس خاطئة دستوريا لأنها لا تكون إلا في ظل نظام رئاسي وتقوم أساسا على تولي رئيس الجمهورية اختيار رئيس الحكومة وأعضائها أيضا. كلمة حكومة الرئيس غلط، أنا حكومة الرئيس ما تكون إلا في نظام رئاسي اللي فيها رئيس الجمهورية لا يختار فقط رئيس الحكومة وإنما أيضا يختار كافة الفريق الحكومي، بينما في الحالة متاعنا الرئيس يختار الشخصية اللي يتبلور اسمها بعد إجراء المشاورات لتكوين الحكومة. أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أكدت أن قيس سعيد مجبر على فتح باب المشاورات مع كل الأحزاب والكتل البرلمانية والائتلافات، مشيرة في ذلك لذيق الوقت الذي لا يتعدى 10 أيام. هو عنده مبادرة بشنو؟ مش باختيار
يعني بسلطة تقديرية مطلقة، المبادرة بإدارة المشاورات والمحادثات مع مختلف القوى السياسية مهما كان حجمها. القليبي أكدت كذلك أنه في حالة عدم موافقة البرلمان على الشخصية المقترحة وأعضاء الحكومة، فإنه حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور يقع حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، خاصة وأن المدة المضبوطة بشهر وفق القانون غير قابلة للتجديد. في الحالة هذه مش كما في الحالة الأولى، الشهر هذا ما يجمش يقع تمديده بمثله، دونك عنده شهر فقط باش يشكل الفريق الحكومي نتاعو. إذا كان الشخصية المكلفة ما نجمتش تشكل حكومة، وإلا شكلت حكومة لكن الحكومة هذه ما حظاتش بثقة كما صار الجملي، وقتها الفصل 89 يقول لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس ويدعو الناخبين لانتخابات سابقة لأوانها. تقريبا التقرير رجعنا على مختلف التأويلات برهان، سيناريوهات عدة مطروحة وفق الفصل 89 من الدستور التونسي، هوني شنو باش يعمل رئيس الجمهورية، كيف سيتصرف، كيف سيدير رئيس المشاورات مع الأحزاب، وكيفاش حتى تحالفات ربما الأحزاب سوف تكون المشاورات بيناتهم، هل سنعيد الصورة التي عشناها على مدى شهرين الماضيين أم أنه شجي بجديد وربما نقدم إن شاء الله ما نصلوش لمسألة حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات رئاسية ربما تشريعية عفوا مبكرة. شوف النص ملتبس وكله قصة تأويلات. توا سي رافع مثلا يناقش في مسألة شكلية تتعلق بالتسمية، حكومة الرئيس لا حكومة الرئيس ما عندناش في نظام برلماني، حكومة الرئيس في نظام رئيس. مش هذه المشكلة، المشكلة في مضمون النص الدستوري القابل للتأويلات في علاقة بصلاحية كل طرف. هنا أسند لرئيس الجمهورية بعد فشل الحزب الأولاني فايز في الانتخابات في تشكيل حكومته، أسند له أن يعين الشخصية الأكفك والأقدر. الأقدر بالضبط. المشاورات معناها؟ معناها يلزم الرئيس يكون ملتزم برأي الأغلبية البرلمانية ورأي الكتل، ولا يجي يقول لهم أنا نشوف سيدي سناجي الزعيري هو الشخصية الأكفى. باهي سمعتكم، سمعت سي طيار، جاني وفد سي محمد عبوة، يا عسلامة السيد الرئيس، على السلامة، شكون رايح؟ احنا نحبوا سي عبد السلام. أوكي سجلت. يجي سي قلب تونس، نحن نحبوا سي نسيم، يقيدوا له. يجي سي حركة الشعب يقول لهم نحن نحبوا سي فلان الفلاني، يقيدوا له ويمشي على روحه. لين راه يلزم يلتزم بحدود المقترحات اللي قدمتها له الأحزاب بشكل الكتل البرلمانية في البرلمان، وإلا يجيب ينجم حاجة من خارج هذه الاقتراحات. أعتقد أن النص فضفاض وأن النص أقرب أنه أعطى للرئيس صلاحية كاملة في اقتراح الاسم الذي يراه هو الأكفأ. تبقى توافق عليه الكتل البرلمانية ما توافقش عليه، هذه مشكلتها هي بطبيعة. توا ولا فما تأويل البعض من الناس اللي يدافعوا أنه لا الرئيس راه ما ينجمش يتصرف خارج إرادة الكتل البرلمانية بمنطق تأويل النص، يقولوا الأقدر الأقدر شنو يكملوها وحدهم هما، الأقدر على نيل الثقة، جزء من أنه الأقدر يكون أقدر على نيل الثقة، لكن هذه يزيدوها. راهو لهنا ندخلوا كأننا نتعاملوا في مع في الدستور كما نتعاملوا في فقه قراءة النص القرآني، لا مسألة حرفية وهذا نصية. كل فقه قداش وقت البرهان يزم يصير الأقدر على نيل الثقة البرلمانية، هذا الكل وفق يعني وفق الرزنامة التي وضعها الدستور، يعني عنده العشر أيام العشر أيام تقريبا، وأن المعطيات اللي موجودة أنه الرئيس سيقدم اسم لن يتجاوز فيه المدة الزمنية بتاع يوم السبت، هذا السبت أعتقد ذلك. لكن تبقى المنتظر هذا الاسم الذي سيقترحه رئيس الجمهورية، هل هو من خارج النومنكلاتورة البرلمانية أم أنه اسم خاص بقيس سعيد؟ حتى هنا تختلف الأمور، وسنصبح أمام امتحان حقيقي في قدرة هذا الرئيس أن يمر، رغم أني عندي قناعة شخصية ملاك أن مهما كان الاسم فستمر حكومته. به من هي هذه الشخصية الأقدر على تسيير الوضع الحالي والقادم للبلاد؟ شنو البروفيل اللي احنا محتاجينه اليوم؟ ومنين نحكيه؟ على شخصية مستقلة، نحكيه على شخصية سياسية، نحكيه كيف سيكون توجه الرئيس رئيس الجمهورية في اختيار الشخصية هذه؟ مهم جدا. أكيد ما يزموش يشبه الحبيب الجملي، ما يزموش يعاود نفس الأخطاء ولا يعيد نفس السيناريوهات. أما خليني حبيت جست نرجع الكلام اللي كان يقول على تأويلات الفصل 89 من الدستور. سمعنا برشا بركلة معنا، ولو عنا معنا جمهور كبير من خبراء القانون الدستوري. النص واضح يقول رئيس الجمهورية
يختار أو يعين الشخصية الأقدر، الأقدر طبعا هنا في مستوى الكفاءة، والكفاءة في إدارة شؤون البلاد، والكفاءة في تشكيل الحكومة، يعني الوصول إلى تشكيل حكومة تكون قوية، هذا الأهم. طبعا هذا تفقيم الاختيارات على قد هو قدرته على قد محكومة تكون قوية وتنجم تتعدى. يعني أن لكن الرئيس ملزم بالفصل 89 بالتشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية، ما يزموش يخرج الاسم هذا، ما يزموش يكون مسقط ولا يكون يعني مفروض من رئيس الجمهورية بدون تشاور. يعني يعين يختار الشخصية، ربما وأنا يعني حسب ما لدي من معطيات أن رئيس الجمهورية باش يتشاور مع كل الأحزاب والائتلافات والكتل، كل حزب وكتلة وائتلاف على حدة، ربما نمشيهم معنا إلى آخر الأسبوع في اجتماع يضم كل الأطراف. هذا شنو ينجم يعمل الرئيس وكيف سيكون اختياره؟ لكن احنا هات نطرح السؤال بالمعكوس، احنا بلادنا اليوم شنو تستحق، شنو تحتاج، شنية الشخصية المواصفات اللي يلزم تتوجد فيها لرئيس الحكومة المقبل، واحنا تعرف الكونتكست ما غير ما نجعله نعرف التشخيص. مش نحكي في مش نجاوبك على سؤالك فيما يتعلق ب شكون رئيس الحكومة اللي تحتاجه اليوم تونس. طبعا بعد الفشل هذا وبعد الشهرين معناها الوقت اللي تم إهداره، احنا نستحق اليوم شخصية عندها مشروع لتونس، يعني يكون التشاور تشاوره ومفاوضاته مع الأطراف السياسية سواء أحزاب ولا ائتلافات أو كتل على أساس مشروع للبلاد هذه، مش شخص يجيبوه معناها من الأرشيف وقولوا له تفضل هاي ده هو مفتاح دار الضيافة، هاو معاك معناها شوية ناس في الفريق متاعك، وبربي أبدأ تشاور مع الأحزاب ومع الكتل ومع الائتلافات، وأبدأ بيع وشري معاهم في الوزراء، أنت نعطيك وزارة، هذا الحزب ذي نعطيه وزارات. مش هكا، هذه أخطاء ارتكبت، ما يلزمش يعاود يتيح فيها رئيس الحكومة القادم، يلزم التشاور من الأول على أساس المشروع، شخصية تكون حامل للمشروع، يقدم لهم المشروع لكل الأطراف السياسية، يقول لهم هذا مشروع، مشروع لتونس راهو، مش مشروع متاع حزب ولا مشروع متاع، مشروع لتونس على مدى الخمس سنوات، شخصية يعني أتمنى أن تكون شخصية اقتصادية، شخصية تفهم جيدا في المشاكل الاقتصادية والمالية، مش معناها بالضرورة باش يجيبونا خبير اقتصادي ولا واحد معناها بنكاجي ولا لا، شخصية على الأقل، لأنه قضايانا ومشاكلنا الأساسية كلها مختصرة في الملف الاقتصادي بالأساس. ثم على الأحزاب أنا يزمها تفهم زادة اللي راو الحسبة، ما هيش حسبة متاع قداش تعطيني من وزارات ولا وعطيني العدل والآخر يحب على الداخلية والآخر يحب على درشو المالية ولا، يعني خليها تدار المشاورات في كنف من النزاهة والشفافية. برهان، على ذكر الأحزاب والكتل، نرجع شوية للجبهة اللي أو المبادرة اللي أعلن عليها نبيل القروي عقب إسقاط الحكومة، يتحدث عن جبهة جديدة ربما المكونات الأساسية فيها تكون حزب قلب تونس، تحية تونس، الإصلاح الوطني، وكتلة المستقبل، هي تكون إذا كان يتجمعوا تكون يظهر لي الكتلة الأولى في البلاد. هي أساساً طبعاً أعلن عليها مباشرة بعد سقوط حكومة السي لحبيب الجملي بالضبط. وكان واضح هي في إطار الحقيبة اللي يحملوها الأحزاب هذه استعدادا للسفرة الجديدة بتاع تشكيل الحكومة، يعني هذا الأساس، لأنه تشكيل الحكومة سيكون من ضمن النقاش حوله قصة قوة وعتاد كل كتلة برلمانية. قالوا كان توا باش ندخل بكتلة مكونة من أكثر من 70 نائب، بالتالي رأي سيكون مسموع في عملية تشكيل الحكومة القادمة. في إطار ذلك تم الإعلان عن هذا التجمع البرلماني الجديد. تبقى إلى أي مدى يمكن اليوم أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة تخضع لحالة موازين القوى داخل البرلمان؟ أولا أعتقد أنه هامش المناورة بالنسبة للأحزاب في عملية تشكيل الحكومة الجديدة محدود مقارنة بالفرصة السابقة التي طرحت والتي أضاعتها حركة النهضة بأخطائها التكتيكية. لا أعتقد أنه ستكون شخصية حزبية، لأن شخصية حزبية ستطرح أكثر من تساؤل لماذا من الحزب هذا وليس من حزب ذاك، مش من الحزب الآخر، وترجع الحساسية. شخصية مستقلة
ولكن الصراع المحموم سيكون مرة أخرى على التمثيلية، لكن هذه المرة ليست بأسلحة فتاكة في الخطاب من ناحية الشروط. وديجا بدينا نسمع اليوم كي تسمع سي غازي الشواشي على التيار الديمقراطي يقول لك رانا مستعدين نتراجعوا على مطالبنا اللي سبق وطرحناها على السيد الحبيب الجملي، يقصد وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة الإصلاح الإداري. هذا حزب التيار اللي بقى منذ اليوم الأول بالانتخابات وهو متمسك بنفس المطالب، ويقول لك المرة هذه سأتفاوض بشكل من أشكال الليونة، بالتالي هبط السقف حتى على بقية الأحزاب السياسية. أعتقد أنه هامش المناورة في هذه المحاولة الثانية والأخيرة، وهذه هي المشكلة أنها ستكون المحاولة الأخيرة، ستكون محدودة بالنسبة للأحزاب السياسية، لأنه في حالة أي فشل الجميع يدرك ماذا احنا ليلتها في الندوة الصحفية ما نجي انتخابات سابقة لأوان والناس كل زايد على بعضها، وأنا أعتقد الكلهم خايفين منها والكلهم يزايدوا على بعضها نمشيوا الانتخابات وما عندنا حتى مشكلة، وجميعهم لا أحد يضمن، لا أحد أقول جميعهم لا أحد يضمن أنه المشهد القادم في حالة انتخابات سابقة لأوانا يكون كما الحالة. نيجي شفنا حركة الشعب زاد جنبا إلى جنب يوم الندوة الصحفية اللي أعلن فيها نبيل القروي على المبادرة هذه، لكن على ما يبدو الموقف واضح أنهم ما همش ملتزمين أو لا، ما همش حركة الشعب على حد علمي ما همش معني لكن ما لكن كانوا جنبا إلى جنب في الندوة نهارتها قدري وهو على كل معنى حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس وقلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل، كانوا هذم خزان البرلماني الذي أسقط حكومة حبيب الجملي. أنا نحب نعرج على اللي يفاب به برهان. أي الأحزاب السياسية المرادية باش تمشي بورقة أخيرة بجواز سفر فيه كان سفرة واحدة، لأنه المحطة الجاية الصندوق ستكون حل الصندوق. البرلمان بالضبط. لأنه الدستور يعطي لرئيس الجمهورية 10 أيام لاختيار الشخصية ثم شهر لتشكيل الحكومة وفما شهر آخر لأنه الدستور يتحدث على 4 شهور. الشهر الأخراني شنو هذا كان يجي بالضبط؟ من 10 ربما مهلة، هنا ما كانش واضح المشرع في الفصل هذا، ربما مهلة متاع تمديد ربما على كل هي كلها بين مشاورات بين الشهرين اللي فاتوا والشهرين اللي مازالوا 4 أشهر يعني ننتهي يظل يبقوا في إطار المشاورات. شوف ما عندهمش خيار، عندهم خيار وحيد هو الذهاب في مشاورات. وحاجة أخرى حبيت جست أنا أمنية إن شاء الله رئيس الجمهورية بعقلانيته وإن شاء الله يقرأ المشهد البرلماني بشكل جيد وإن شاء الله ما يتمش إقصاء أي طرف، لأن دستور الفصل 89 يتحدث على تشاور مع كل الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية إلا طبعا من أقصى نفسه. لأنه شوف لأنه كل عملية إقصاء لأي طرف عبير موسي كانت واضحة وكانت واضحة منذ البداية، لكن ثم حديث داخل بعض الكواليس السياسية عن محاولات لإقصاء طرف سياسي، ماذا بيا ما تصيرش الحكايه هذه، ربما اقصاء قلب تونس من المشاورات، هذا فما حديث من نوع هذا في بعض الكواليس السياسيه. لكن ردوا بالنا ناجي اليوم اصبح غير ممكن خاصه مع وجود الكتله البرلمانيه الجديده اللي قلب تونس فك العزله اللي عليه بالضبط، وكان هو صاحب المبادره هذه هي برلمانيه ما هيش ملزمه، لكن انا نقول رئيس الجمهوريه سيترفع عن هل ما يقال من هنا ومن غادي ودعوة لربما نحي الطرف هذا. هي على العموم حتى ما لمحت وما تشكلت مازالت غامضة شوية المعلومات حول الجمهورية. حركة النهضة يعني حطتنا في القاموس السياسي التونسي مصطلحات، الحقيقة أنا خليني أقول مصطلحات مقيتة من نوع هاو هذا صف ثوري، هاو هذا صف متاع فساد، هاو هذا رجوع حتى في نهاية المطاف وصلنا لنهار الجمعة، النهار اللي سقطت فيه الحكومة يعني ب 71 صوت، معناها عمرها ما صارت حالة إجماع على رداءة حكومة وفشل الحكومة كما صارت نهار الجمعة. نتمنى أن المشاورة الجاية تجمع
كل الأطراف السياسية بتبعت حل إلا من أقصى نفسه. به نبقى في البرلمان اليوم، شنو هو اللي صار بالضبط في لجنة الأمن والدفاع؟ ونحتاج أعضاء اللجنة على تغيب مدير الديوان الرئاسي على الاجتماع المخصص لتدارس الأوضاع في ليبيا والاستماع إلى موقف رئاسة الجمهورية مما يحدث في الجوار الليبي. واستنكر النواب الأسلوب المعتمد من الرئاسة في رفض حضور الاجتماع عبر الهاتف وعدم اعتماد المراسلة الكتابية. عبر أعضاء اللجنة بكل وضوح أنه هذايا ما فيش معناها احترام للمجلس وما فيش احترام للجنة أيضا، وعبروا أعضاء اللجنة على استيائهم وطالبوا رئاسة الجمهورية بالتوضيح، لأنه إلى حد هذه اللحظة لم نتلقى ردا رسميا مكتوب يسبب معناها يوضح فيه رئاسة الجمهورية سبب الغياب على جلسة الاستماع اليوم. سيكون هناك جلسة استماع يوم الاثنين القادم لكل من السيد وزير الخارجية ووزير الداخلية في علاقة بنفس الموضوع. إذا كان رئيس الجمهورية ما في بالوش بالشيء هذا يلزم يحاسب الديوان نتاعو، وإذا كان في باله ذاك شيء آخر يلزم يتسال ويجاوبنا علاش هالطريقة هذه اللي الحق فيها شوية أماتوريزم. هذا دليل على تخبط والعشوائية والارتجالية في إدارة ملف حارق مثل الملف الليبي، وخاصة وأنه طبول الحرب تدق على حدودنا الجنوبية. احنا بدنا نحب نعرفوا علاش برهان حينما يتعلق الامر برئاسه الجمهوريه تبقى المعلومات شحيحه وشحيحه جدا. ما نعرفش، انا سمعت في التقرير قصه انه الرئاسه تلقات مكالمه هاتفيه وما تلقاتش نص مكتوب ولا دعوه مكتوبه، ما نعرفش هذا. رفضوا الحضور، البرلمان تلقى مكالمه هاتفيه للاعتذار عن الحضور بدل المراسله الكتابيه اللي معمول الرئاسة به العرف داخل المجلس. لكن البرلمان استدعى عن طريق مراسله مكتوبه، تبقى يعني اعتقد هذه مشكلة يعني تهيكل واضح لديوان رئيس الجمهورية اللي حتى التوى بارشة حاجات سجلت وثغرات في أداء وعمل هذا الديوان. كنا علقنا على دائرة الاتصال والإعلام، الناس كل حكايات في المواضيع هياكل وصلت عملت بيانات كما نقابة الصحفيين، علقنا على هذا التخبط في إصدار البلاغات ولا حياة لمن تنادي إلى حد اللحظة. هذا يهم اشتغال الديوان، ديوان جديد تقريبا حتى من ناحية الخبرة السابقة في التواجد ضمن دواوين في المؤسسات الأولى في البلد كما مؤسسة رئاسة الجمهورية. أعتقد أنه لهنا جانب الخبرة في المسألة هذه غير واضح. الشيء اللي كنا تحدثنا عليه قبل هي مسألة غياب حاجة أو دائرة في رئاسة الجمهورية أو مستشار في رئاسة الجمهورية مثل هي بالملف السياسي. اليوم ما عندناش فكرة، قبل يعني تقريبا كل الدواوين التي تعاقبت على رئاسة الجمهورية ما بعد 2011 وحتى ما قبل 2011 ديما تلقى المستشار السياسي اللي لاهي بالحديث مع الأحزاب، لاهي بالحديث مع المنظمات الوطنية، لاهي حتى في الحديث مع البرلمان، لاهي في الحديث مع هالليجان هذه اللي داخل البرلمان. أعتقد لعل العذر الوحيد أن الديوان لازال بصدد التشكل، بالتالي تحصل حاجات بتاع سوء فهم وسوء التعامل. لكن اليوم المرة هذه شوية يعني الحكاية جلبت الانتباه وتحت بالضبط. الأنظار وتحت الضوء في البرلمان باعتبارها حصلت مع البرلمان اللي هو المؤسسة التشريعية لو في مناقشة مسألة هامة اللي تعبر على السيادة هامة الشعب جداً برهن. ذات العلاقة كما قلت أنت بموضوع حرق اللي هو ليبيا. والأدهى من هذا أنه أن أعضاء اللجنة جاءوا اجتمعوا يعني كانوا موجودين ينتظروا في قدوم مدير الديوان الرئاسي. يعني وهذا كما قلت ملف حارق يتعلق بالملف الليبي، مش أي ملف إن كان. نعم. يعني كان المفروض على الأقل أنه يتم على الأقل يعني ما نعرفش. أنا الرئاسة عندها مدير ديوان وعندها وزير مستشار والزوز على حد نطق رسمي باسم الرئاسة. لا ما نحكيوش على نطق رسمي. لأنه معضلة رئاسة الجمهورية هي دائرة الاتصال. هذا متفقين فيه. أما كان على الأقل يعني واحد منهم أما مدير الديوان الرئاسي أو الوزير المستشار كان يعني من المفروض أنه يكون حاضر على الأقل في اللجنة اليوم معناها لأنه فما ما يتحكى في الملف هذا. فما ما يتحكى في الملف الليبي، لأنه اللي صار مؤخرا في تونس يستدعي بالتأكيد توضيح الموقف، تقديم يعني ما يلزم
من توضيحات على اليسار لقاء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستقبلت في قصر الجمهورية وحديث ولغط وحتى أخبار معناها وحتى إشاعات معناها تروج راجت على الاتفاق التركي قصة معناها مرور القوات العسكرية التركية على الأراضي التونسية. دونك يعني ما المفروض عاجلا أم أجل على كل معناها اليوم أن نعتبرها يعني إساءة, إساءة حتى في حق مجلس النواب. نجي أولا باش نذكر ونحط الأمور في نصابها. السيد رئيس ديوان اللي هو استرق بالطبيب راهو من أكثر الأخصائيين في الشأن الليبي, يعني ما هوش خصيص في المسألة هذه, كان في وزارة الخارجية هو اللي مباشر الخلية الخاصة بمتابعة الوضع الليبي, يعني وحتى من الناس برمي الزيكسبير اللي عندنا في الوعد, وخاصة قبل ما يمشي سفير الطهران كان مباشر المسائل هذه كاختصاص داخل وزارة الخارجية. بقى أنا إيش نشوف, يبدو أنه كان فما حرج في أن رئاسة الجمهورية مع وضع اللجان اللي نعرفوه ومع وضع المسائلات اللي نعرفوها مع الموقف الملتبس في أصلاً نتاع رئاسة الجمهورية تجاه مراج بخصوص موقفها, مرة أردوغان يلبسنا موقف رئاسة الجمهورية, مرة تسكت, مرة ترد عليه, مرة يجي رد على ردها, هي رئاسة الجمهورية ترد على المكلفة بالإعلام بخصوص كلام أردوغان. يعني في وسط هاللغط هذايا أعتقد بتات رئاسة الجمهورية خيرت أنها ما تمشيش اليوم, خطر تعرف اللجان هذية أيضا تحت ضوء الإعلام. اليوم تخيل لو كان جاء السيد رئيس الديوان في اللجنة أهم عناوين الصحف وأهم عناوين المواقع الإلكترونية ستكون ماذا صرح السيد طارق بالطيب رئيس الديوان إذا كان في وضع داخلي يا سيدي سيسأل هو نفس التعامل, استدعونا البرلين ولا ما استدعوناش, حتى في مسألة أخرى ما زلنا ما نعرفوش أردوغان طلب ولا ما طلبش, يعني كل الأسئلة ستكون أسئلة حارقة. ماذا لو لم تكن هناك إجابات, وحتى إذا كان فما إجابات يقول لك أخويا من توا خليني بعيد على الضوء بخصوص الموقف تجاه المسألة هذه. حتى هي نفس اللغات ترجع لنا حتى في مسألة السفر رئيس الجمهورية إلى عمان عبر الخطوط طائرة الخطوط التونسية, علاش ما استعملش الطائرة الرئاسية, ما سمعناش حتى بلاغ من رئاسة الجمهورية يوضح فيه المسألة هذه, لكن بعد تونسير عملت توضيحات ونرجع له في التعليق بعد شوية. لغات كبير من نوع آخر أثرته زيارة راشد الغنوشي إلى تركيا, وإن أدى رئيس حركة النهضة يوم السبت المنقذ زيارة إلى مدينة اسطنبول وين التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفق بلاغ منشور على صفحة رسمية لحركة النهضة, فإن الحوار دار بين الجانبين حول التطورات الجديدة في المنطقة والتحديات اللي تواجهها. هذا يسأل الكثير من الحبر, الكثير من التصريحات. نبدأ بالحزب الدستوري الحر اللي تقدم نوابه بعريضة لصاحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب رشد الغنوشي على أثر الزيارة هذه, وقالت عبير موسي إنه العريضة تأتي على خلفية هذه الزيارة التي وصفتها بالغامضة اللي أجراها الغنوشي إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي, واعتبرت اللقاء خرقا للأعراف الدبلوماسية والأمن القومي والتوريد للبرلمان التونسي وفق تعبيرها. الأعراف الدبلوماسية لا تسمح بذلك, القانون التونسي لا يسمح بذلك, النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يسمح بذلك, الزيارة المغلقة هذه الكل فيه شبهات كبيرة. صغنا مشروع عريضة باش نعرضوها على بقية الكتل النيابية ونحطوها على ذمة النواب يمشيوا يتشاوروا مع أحزابهم, إذا كان أقروا الموافقة وانضمامهم لهذه المبادرة احنا مستعدين أنه نعملوا معهم جلسة لتكوين لجنة صياغة هذه العريضة بالطريقة اللي يتفق فيها الناس الكل وتصير الإمضاءات ويصير تمريرها إلى مكتب المجلس وتصويت عليها. من جهته قال الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري اعتبر المطالبة هذه من قبل الدستور الحر بسحب الثقة من رئيس البرلمان تتنافى مع المصالح العليا للبلاد وتندرج ضمن اشتغال الحزب على القضايا الإيديولوجية, وكان قال حتى أنه الزيارة هذه تنسجم مع موقف الحركة الداعم للحياد الإيجابي مع الفرقاء الليبيين وتندرج في إطار دفع الاستثمارات التركية في تونس, باعتبار أنه راشد الغنوشي قام بالزيارة هذه بصفته رئيسا لحركة النهضة وليس رئيسا للبرلمان. هذه زيارة أول حاجة تمت بصفته كرئيس للحركة وهي تأتي في إطار دعوة قديمة, وحركة النهضة تجدد بهذه المناسبة سواء بمناسبة هذه الزيارة أو غيرها تشبثها بموقفها
الرسمي اللي هو منسجم تمام الانسجام مع الدبلوماسية التونسية. هذه من الدعوات التي لا تشتغل على المصالح العليا للبلاد، وإنما هو نفس استمرار جهود هذا الحزب في الاشتغال على القضايا الإيديولوجية. برهان، نبدأ معك. جدلك حول المسألة هذه، وحتى بيان حركة النهضة ما كانش مقنع كثيرا بالنسبة لجزء كبير من الرأي العام التونسي. اي طبعا، هو اكثر حاجة زادت من صبان الزيت على النار في اللي هو التبريرات الواهية، التبريرات اللي ما كانتش مطالبة بها حركة النهضة ومكتبها الإعلامي، انها تقدمك الصورة الكاريكاتورية نتاع الزيارة، رانا مشي هني فيها على الكرهبة. يعني مشينا هلنا على الكرهبة، خذا الطيارة جوست طاح سي حبيب الجملي، خذا يجري الطيارة، ذكر الكرهبة اللي تعمل إنجاز تكنولوجي عظيم في تركيا ومشى يهني فيه. لا مشى كان ينجمه، النجم يحكي. أنا صباح كنت نحكي، يقول السيد للأسف الوحيد اللي بقات عنده أجندة انترناسيونال، الوحيد كي بقى يهز في التليفون ويكلم قادة في العالم، هذا يا راجل غنوش، الوحيد اللي كان يمشي لدافوس بصفته الحزبية واللي نجم كذا يخدم، كان ينجم يقول له، ومشى في وقت دقيق وحساس، ها رد بالك، وقت اللي الاتراك والروس اشرفوا على اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا اللي هي في قلب اهتمام الساحه السياسيه التونسيه. السياسي الوحيد اللي مشى في الجو هذاك مع اردوغان، وبطبيعه لا حكايه لا على الكرهبه، لا قالوا مبروك الكرهبه، لا قالوا بارك فيك، لا هبطوا عملوا دوره في وسطها وجربوها، قالوا اجا نجرب كيف تمشي بريمير دوزيام، لا شيء. حكاوا بالتاكيد على ليبيا، على الوضع في ليبيا، على الموقف التونسي بخصوص الوضع في ليبيا، والقضايا هذه اللي تهمهم الزوز. يعني التبرير بتاع مشي على الكرهبه مشيش على الكرهبه، هذا كلام فارغ. عبير موسي عادي جدا تريد ان تتفرد بسبق انها هي بالفعل حالة الاستقطاب، النهضة ومن يعادي النهضة، يعني حركة النهضة الحزب الدستوري الحر، وهي تريد أن تحرج كل الذين ليلة الجمعة حاولوا أن يلبسوا ثوب الأبطال في أنهم متميزين عن النهضة وأنهم أسقطوا مشروع النهضة. تحب ترسل رسالة تعاود ذكر بها الرأي العام التونسي أنه إذا كان فما واحد ثابت على موقفه ضد النهضة فهو عبير موسي والحزب الدستوري الحر. واضح. اللي أنا أعتقد ونجم نأكد أنه حد لو بالصحة على العريضة هذه إلا الحزب الدستوري الحر بما فيهم جماعة هي اللي زغرتوا نهار الجمعة بخصوص سقوط حكومة الإخوان المسلمين وسقوط حركة النهضة. هي البوليميك ما صارش فقط الأخرين يعملوا في السياسة، يعملوا في السياسة بتاع كعبة حلوة وبوسة، وما مازالوا مستعدين يعاشروا حركة النهضة على فراش واحد. عبير موسي هي الوحيدة، وهنا نعمل في وصف، في وصف خاطر هذا معون الصنعة نتاعها نتاع أي انتخابات غدوة، كان منتظر انتخابات غدوة في مارس، ستذكر الناس انتخبوني خاطر أنا الوحيدة اللي لن يمر من خلالي خيار الإخوان المسلمين وحركة النهضة. هذه اللعبة، هذه اللعبة لهنا اللي قاعدة تدور بناء على الحدث هذا، وانتظر غنوشي مشال تركيا غدوة، غنوشي هبطل سيدي محرز غدوة كذا، الناس الكل باش تبدا تخدم في الخدمة نتاعها. البوليميك هذه ما صارتش فقط على زيارة الغنوشي لتركيا، سويعات بعد اسقاط حكومة الجملي، مش على صيفته فقط هل كرئيس لحركة النهضة أم كرئيس للبرلمان التونسي، لكن التوقيت، التوقيت اللي مثلا سمير ديلو اليوم في تصريحات إعلامية ليه يقول أنه زيارة كانت مبرمجة، هوني نقطة استفهام كبيرة. يعني السويعات نحكيه عليها بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي اللي هي كانت مفترض الجلسة العامة باش تكون نهار ثلاثة ثم تأخرت لنهار الجمعة، وقالوا اللي التايمينج هو المشكل هنا. روى وزاد ونزيدك حاجه اخرى، معناها قال من بين حتى التبريرات اللي سمعتها انه مشى زار تركيا هو قابل الرئيس التركي بصفته الحزبيه، بصفته هذا اللي قالوا عماد الخميري. هنا روى فما اشكال كبير ويزمو يتوضح، باش نبدا واضحين. في شخص السيد راشد الغنوشي يلزم الفصل بين الصفتين وبين الوظيفتين، بين وظيفته هو كرئيس لحزب سياسي وهو حركة النهضة، ووظيفته كرئيس للبرلمان أي رئيس للسلطة التشريعية. راهو صيفته البرلمانية التشريعية كرئيس لمجلس نواب الشعب أي رئيس للسلطة التشريعية، والسلطة التشريعية هي مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة. راهو كل ما يأتيه
من تصريحات وزيارات ولقاءات راهو ما يتحسبش عليه هو بركة ولا على حركة النهضة، راهو يتحسب على البرلمان ويتحسب على الدولة التونسية. الزيارة اللي عملها أنا انديبوندامون ما ندخلش في تفاصيل وعلاش مش هزار وشنو حكى معاه وكرهبة ومش كرهبة، لا كان من المفروض أنه أولا ساعة ما تمش علام البرلمان إدارة البرلمان النواب ما في بالهمش، كان من المفروض إذا مشى بصفته البرلمانية وبوظيفته التشريعية كان مفروض يعلم ال 217 نائب على الأقل، يعلم مكتب أو يعني تنسيقية رؤساء الكتل أو باش نرجعوا له بعد في ساعتنا الثانية من النقاش، موضوع مهم جدا. إذا باش تتكرر الحكاية هذه المرة الجاية راهو ما عادش باش يولي بوليميك، باش يولي لغط داخل حتى البرلمان، والمسألة ما عادش مشتاق في رأي إلى عند حد يعني عريضة هو إذا كان كصفته كرئيس للبرلمان هناك تداخل مع صلاحية رئيس الجمهورية. الدبلوماسية هي بالأساس في صميم صلاحية رئيس الجمهورية قيس سعيد. راهو الدبلوماسية التونسية يمثلها وزير الخارجية، يمثلها رئيس الجمهورية، ويمثلها رئيس الحكومة، ويمثلها السفراء والقناصل، مش رئيس حزب. موضوع مثير للجدل، لكن خاف يرجعونا يرجعونا الحكاية نتاع الدبلوماسية الحزبية ولا الدبلوماسيه الشعبيه. نرجع له بعد شويه، لكن قبل ذلك ابرز المتفرقات الوطنيه والدوليه في رونديفو نيوز. أعلن البنك المركزي في بلاغ ليه عن ارتفاع احتياطي العملة الصعبة لم يحدثن يوم توريد بتاريخ 10 جانفي الجاري، أي ما يعادل 19492 مليون دينار. أكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغها اليوم أن تشكيلة العسكرية العاملة بجهة المنزلة رصدت فجر اليوم 7 سيارات تهريب كانت تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة بين رسم الحد والسيت الترابي، أعمدت أحدهم الإطلاق النار على الوحدات العسكرية اللي ردت الفعل برميات مباشرة في اتجاه سيارات التهريب وأجبرتها على التراجع إلى عمق التراب الليبي وفق نفس البلاغ. أعلن اليوم الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوان التونسية العميد هيثم زناد عن حجز 19 بندقية سيد مساء السبت بجهة الرميدة من ولاية تطاوين، مؤكد أنها قد صنعت في تركيا. توفي صباح اليوم شخصين أثر انزلاق سيارتهم في البحر أثناء محاولة الصعود إلى بطح أجيم جربة، وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد خميس بن علي أنه قد تم فتح بحث أمني وقضائي في الغرض. أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير المنصف الهواني وفاة شاب يبلغ من العمر 35 سنة بفيروس إنفلونزا الخنازير. عرضت المكتبة العمومية بحي النور في ولاية القصرين اليوم للسرقة وتخريب عدد من محتوياتها، حيث عمد مجهولين لاقتحامها وتهشيم بعض معداتها. في الشأن الدولي، قالت وزارة الخارجية الروسية أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج سيجريان محادثات في موسكو اليوم، وقد يوقعان اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا. اندلع حريق هائل مساء أمس في أحد شوارع مدينة بروك التابعة لولاية نيوجيرسي الأمريكية، حسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية مؤكدة انتقال العديد من المباني المجاورة. أهلا وسهلا بكم من جديد، سعيدة جدا باستقبال ضيفي ليلة في رونديفو 9 سليم العزابي. سليم العزابي أمين عام حركة تحية تونس، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، شكرا على الاستضافة وتحية إلى مشاهدي قناة التاسعة. مرحبا بك، أكيد الحديث معك باش نرجع شوية على اللي صار نهار الجمعة ومسألة إسقاط حكومة الحبيب الجملي، من ثم السيناريوهات المطروحة في قادم الأيام، لكن قبل ذلك لو كومنتير. نمشي فاصل ثم نعود.